مشاهدينا الاي تي شو، الواقع المعزز ده ما بعد الواقع الافتراضي، تطبيقاته معززة جدا وعزيزة جدا ولطيفة جدا، معززة وعزيزة يعني تطبيقات بصراحة تكنولوجية يعني أبعد من الخيال، ولها مميزات عدة وكثيرة الناس بتستخدمها في عدة مجالات من ضمنها التعليم. نيفين أهلا بك يا نيفين. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، كله جميل؟ كله تمام. أنا عاوز أعرف، أنت طبعا بتعملي ماجستير في الواقع المعزز وبتعملي كمان تطبيق، يعني ربنا يا رب يحفظك، أنت مش بس يعني ناحية الأكاديمية في الواقع المعزز، لا كمان بتعملي بنابلاي ده على ابلكيشن، بنابلاي على تطبيق بقى نستخدمه في الحياه. بالظبط كده، وانت ليكي فقره معانا يعني ده الاسبوع الثاني حول الواقع المعزز وحول كمان التطبيقات في الجيمز يعني اللي احنا هنستخدمها. لكن النهارده احنا بنتكلم في الواقع المعزز. انت قلتي لي طيب خليني افكر كده، وبعد ما فكرت قلتي طب انا هديك بقى حاجه جديده سابقه كده لتطبيق اول مره ينفذ في مصر واول مره كمان يظهر على الشاشات. تمام، هنشوفه مع بعض يعني بالفيديو والتحليل والحاجات اللطيفه. ايه التطبيق الواقع المعزز في التعليم اللي انت مستخدماه انت والجروب بتاعك؟ احنا لما جينا نستخدم الاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز، لقينا قلنا طب التكنولوجي دي عايزين ابلاي في الحياه العامه، ازاي نخلي الاوجمانتد رياليتي تدخل مصر؟ فلما دورنا على القطاعات لقينا قطاع التعليم اكتر قطاع محتاج ان الحاجه فيه الطالب يشوفها 3D ويحسها ويفهمها ويعرفها. حلو، فقلنا تعالوا نعمل الاوجمانتد رياليتي 3D. خلينا نشوف على الشاشه كمان معانا الصور عشان ايه نفهم منك اكتر. ده نظام التعليم العادي، كتب كتيره جدا، ملازم كلها تكست وكلها صور. في نفس الوقت احنا بنقول احنا ممكن نلم الحاجات دي كلها في حاجه اسمها ارسك. ده اوجمانتد رياليتي ستودنت كارد، بدل ما الولد هيبقى رايح ده اللي انت عاملاه حضرتك بالظبط، ده اللي هيبقى فيه كل مناهج التعليم المصري. خلينا نشوفه مع بعض على الشاشه. ده الكارت ده يبقى فيه كل مناهج التعليم، كل المناهج ده فيه سلاح التلميذ والمعاصر وكل الحاجات دي هيبقى فيه كل مناهج التعليم. ده مربوط طبعا بابلكيشن او برنامج اوجمانتد رياليتي معمول تم تصميمه. الولد هيبقى محتاج ان ياخد الكارت ده ويروح المدرسه يشوف كل المناهج التعليميه كل ده، ولما يروح بيه في البيت يشوف كل المناهج التعليميه في البيت. انت الموضوع ده بتطبقيه بالاشتراك مع جامعه عين شمس ولا ايه؟ لا، احنا جامعه بنها هندسه، احنا اللي بنعمل ده، ودلوقتي طالع اكستنشن جروب بيكمل الاوجمانتد رياليتي، بيكمل تطبيقات الارسك ده في كمبيوتر ساينس بنها. ده كان مشروع تخرجك؟ لا، ده ماجستير، بس احنا بنعد تيم تاني جنبنا يكمل بقى في بنها في كمبيوتر ساينس بنها. طب انت جايبه لنا فيديو ولا ايه تاني؟ طب خلينا نشوف الفيديو اللي بعده عشان نفهم مع بعض ايه الموضوع ده هوت، وايه حكايه ان الواقع المعزز يدخل فيه المراحل التعليميه في مصر والتعليم المصري. خلينا نشوف الفيديو يا جماعه. تمام، هو هنرن بس الفيديو. تمام، هو الكارت ده الفكره كلها ان الكارت عليه رموز خاصه، الكمبيوتر لما بيقراها، الكاميرا لما بتشوفها بتشيل الرمز ده وتحط المنهج بتاع 3D، تشيله وتحط شكل خليه نباتيه، خليه حيوانيه. يبقى الولد هو قاعد في الفصل بس قدامه الكاميرا بتاعته وعمال يشوف الخليه من وجهه نظره هو، مش من وجهه نظره. يعني اشوف المنهج 3D؟ يعني انا زمان لما كنا بناخد ساينس كانوا بيدونا الخليه الحيوانيه رسمه قطاع ثنائي الابعاد وجواه شويه حاجات. دلوقتي انا بوريها له ثلاثيه الابعاد. يعني لما هنجالي شويه الفيديو دلوقتي، الفكره ان المدرسه بتدخل عندها مكنه وعندها كاميرا، الطلبه داخله كل طالب قدامه الماشين بتاعته والكاميرا، كلهم مربوطين بسيرفر في الفصل. يعني كل طالب عنده لابتوب، كل طالب معاه كارت رايح بيه بس الكارت واللابتوب بتاعه والكاميرا بالظبط جدا، او ماشين عاديه مكنه بي سي عادي جدا. كمبيوتر يعني يفتكروا عربيه؟ لا يعني لا عربيه احنا ولا بس حاجة. بنقول في هندسه على كمبيوتر مكنه. كمبيوتر احنا بس. لما خلينا نجري الفيديو كده شويه هوريك ازاي ال 3D بيطلع. احنا هنشاهد مع بعض طبقا بس ايه الترتيب اللي انت عامله لنا. تمام، عشان ايه بس ما هنا مثلا الولد. طيب هنا الطالب. طيب خلينا يا جماعه. تمام كده، اتفضل. تمام كده، الطالب هيدخل على الجهاز بتاعه عادي جدا، هيحط الكارت قدام الكاميرا. هنشوف هيحط الكارت دلوقتي قدام الويب كام، هيطلع له الحاجه على الكارت 3D، دي خلية حيوانية 3D. الولد بيشوفها، بيتفرج عليها من اليمين للشمال، طبعا ممكن يكبرها ممكن يصغرها. دي الخلية الحيوانية اللي كنا بندرسها في الكتب. انا كنت فاكراها 2D لما جيت اعملها، بس هي طلعت 3D. بتطلع على شاشة 3D، ايه الفايدة بقى لما تطلع على شاشة 3D؟ اول حاجة عنده الحرية انه يشوف الشكل الدايجرام اللي المدرسة بتشرحه من وجهة نظر. شوف بقى الميتوكندرة بقى والحاجات ده هي يلعب فيه يشوفه ويعمله. تاني حاجة هيشوفه في الحقيقة عامل ازاي،
مش بس اسقاط ثنائي الابعاد زي ما كان في الكتاب رسمه، يشوف فعلا الشكل ده في الحقيقه كان عامل ازاي. ده حاجه. ممكن هو ياخد الكارت كمان يشتغل عليه في البيت ويفتحه على الويب سايت بتاع الارسك، ويدخل على الويب سايت يشوف برضو نفس المناهج بس في البيت المدرس تغيب، فانا محتاج ناريشن، محتاج صوت، ففي البيت بيبقى مع الدروس دي بيقدر كمان يسمع صوت المدرس ويحكي له ويقول له الدرس ده عن كذا وكذا وكذا. تمام. في حاجه تانية ظريفه جدا في الكارت، احنا لقينا ان الدنيا كلها دلوقتي بلاي ستيشن وجويستيك، فعملنا في ظهر الكارت جويستيك، يعني في ظهر الكارت في اربع مربعات كده. هما دول بيمثلوا فوق ويمين وتحت وشمال، الولد بس بيحطها قدام الكاميرا ويلعب، يفتح اي جيم او اي حاجه، يقفل فوق وتحت ويمين وشمال، خلاص كده يقدر يحرك الجيم جوه زي ما هو عايز، لا واير يعني ولا وايرلس ولا اي حاجه، تحول للعبه بالظبط، لان الدنيا كلها دلوقتي تحول ايديوتينمنت، احول المنهج تعليم الترفيهي بالظبط كده. فخلينا كمان في افيلابيليتي ان يعمل كده، او لو المدرسه في الفصل بتسال سؤال وعايز الاجابه ايه او بي او سي، يقدر يستخدم الجويستيك ده كانه اي بي سي تشويس، بيلعب بنلعب واحنا بنتعلم بالظبط، فنبقى في انتر اكتيفيتي، في متعه، لا حفظ ولا صم ولا زهق ولا ملل، بس ولا سلك ولا ماشين ولا جويستيك ولا اي حاجه، ورقه لو ضاعت منه بيطبعها قبل ما يروح الصبح ويقصها ويلزقها ويروح المدرسه. ايه الصعوبات اللي انت واجهتيها في المشروع ده؟ هي الاوجمانتد رياليتي البروجرامنج بتاعها كان معقد شويه عن اي بروجرامنج لانجويج ثاني، لاني باخد صوره وبشيلها وبشوف الحاجه هتتحط فين ولازم تتحط عليها. فهي دي المشكله، بتحتاج بروجرامنج كتير بس بقلل تكلفه الصناعه على قد ما اقدر. طب هل في منهج معين عديتيه بطريقه الواقع المعزز؟ احنا شغالين، احنا نزلنا المدارس وسالنا، فالطلبه قالت احنا نفسنا نشوف الساينس اللي هو العلوم والتاريخ والتاريخ، فاحنا شغالين على المنهجين. يعني توريني بقى صلاح الدين وبتاع وهو وتخيل وكده، كاني بتفرج على فيلم يعني بالظبط، ونشوف الحاجات الفرعونيه اللي عمرنا ما شفناها الا اثار بتشوفها زي ما كانت زمان. طب هتعملوا اي منهج بقى في الساينس في الهيستوري لسنه ايه؟ احنا بنعمل المنهج بتاع اعدادي اللي هو الاسر الفرعونيه، ده بيتعمل في ابلكيشن ملاحق للارسك، والارسك عامل الحاجات اللي هي الساينس اللي هو الارسك ده شغال عليه حاجه العلوم اللي هي الخليه الحيوانيه، البراكين، النظام الشمسي اللي هو السولار سيستم وهكذا. جميل قوي. يعني هنستمتع، يعني في مصر هنبدا نستمتع من خلالكم بالواقع المعزز والتعليم. هل ده يقضي على الدروس الخصوصيه بقى؟ هو انا بلعب في الفتره اللي هي التعليم الاساسي اللي الولد محتاج يفهم كل حاجه عشان بعد كده يقدر يخترع، فانا لو فهمت كل الحقائق الفاكتس صح 100% هيطلع في فتره اعدادي وثانوي يعرف يفكر. فاحنا بنحاول نودي له العلم ونبلوره في شكل يقدر مخه يشتغل فيه، مش بس يبقى رسمه في كتاب او تكست. طيب خلينا نتابع الفيديو معاكي، انا مستمتع جدا، تجربه غير مسبوقه نيفين. انت طبعا يعني زي ما يعني الاسبوع اللي فات اتشرفنا بيكي، طبعا الواقع المعزز وعشقك ليه بتحاولي ان احنا ازاي نستفيد منه يعني. بالظبط كده. طب خلينا الفيديو يتحرك معانا كمان. هنا احنا بنقول ان لما بروح البيت ببقى محتاجه اتعلم زي ما ببقى محتاجه اتعلم في المدرسه، فاحنا طورنا شويه الاوجمانتد رياليتي انها تتفتح من على موقع الكتروني، ما يبقاش برنامج على الكمبيوتر بس، ان الولد لو على اي جهاز اي حد هنا بنثبت انه مفتوح على موقع الكتروني، في ده مفتوح جوه اكسبلورر. وتاني حاجه بنقول ان الجويستيك ده بيقدر يحرك لي الالعاب، يعني وفي العاب دلوقتي كتير قوي على الانترنت اوجمانتد رياليتي، مش محتاج بقى لا ماوس ولا كيبورد ولا اي حاجه، انا بس بالكارت بتاعي اقدر احرك اللعبه زي ما انا عايز. او هنا الولد بيدوس على الكارت الكوره بتمشي. احنا بنقول ليه ناخد مجهود ان احنا نتخيل ما دام بقى عندنا تكنولوجي تقدر تورينا بعينينا. يعني من الايماجين للفيجوالايز، ولو ان التخيل طبعا مهم جدا طبعا. بس انا في مرحله لازم اقول له الفاكت بالظبط ازاي. يعني قصدك لما اتخيل اشوف الحقائق قدامي برضو ملموسه تانجبل بالظبط، اوكي، ومش اتخيل وانا مش شايف الحقائق، فهنا السيرتينيتي او الوثوقيه تكون قليله شويه. خلينا اتخيل لما تكون كل الفاكتس عندي مبنيه عشان افتح للكرياتيفيتي، ما اقفلهاش، فده اللي احنا بنسعى عليه في التعليم. انا بصراحه يعني فخور ان طبعا مصريه يبقى عندها تطبيقات في الواقع المعزز وماجستير في الواقع المعزز، وهي احدث تقنيه تطبق في العالم زي ما شفناها كده في فيلم افاتار، وهنشوفها في الحياه الفتره المقبله في كل حاجه. وجميل انك انت يعني بتفكري في الاجيال المقبله والنشء ان هم يتعلموا بالاوجمانتد رياليتي. ربنا يستر ان شاء الله. وهي الاوجمانتد رياليتي لو كوست سولوشن، بس الافشنس بتاعتها عاليه جدا، فاحنا عايزين يعني نقتحم بيها في كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله نيفين نورتيني واسعدتيني. ميرسي يا احمد. والاسبوع المقبل ان شاء الله يكون بقى معانا فقره بقى نشوف.